السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد ياسين أبس ستاف تيم. النهاردة هنكمل محاضرة رقم 38 من محاضرات تعليم الجي ديفلوبر، كلنا هنتعلم جافا. كنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت عن موضوع الكونستراكتور أو المشيدات، وعرفنا إن المشيد عبارة عن برنامج بيتنفذ تلقائيا مجرد ما خدت انستنس من الكلاس أو عملت أوبجكت نسخة من كلاس العامل. وعرفنا كمان ان انا ممكن ادي بارامتر للكونستراكتور زي الميثود العاديه او زي البرامج العاديه. ممكن البارامتر دي استخدمها ان انا انفذ قيمه معينه برنامج بقيم معينه، او ان انا باصين القيمه دي لبرايفت فاريبلز زي ما شفنا. فكره الاوفرلودنج هي من افكار او من خصائص الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، او اللي معناها حاجه اسمها الاوفرلودنج او اعاده تحميل البرامج مره اخرى. اوفرلودنج معناها ان انا بعمل نفس البرنامج بنفس الاسم، ولكن كل مره بياخد بارامتر مختلفه، وممكن داخله ينفذ حاجات مختلفه خالص. يعني ممكن انا اعمل برنامج اسمه اكس، مره اديله بارامتر واحد، مره اديله اتنين بارامتر، مره اديله ثلاثه بارامتر، مره اديله بارامتر نمبر وسترينج، ومره اديله بارامتر سترينج وسترينج وهكذا. المهم ان في الاخر كل واحد من دول هيديني نتيجة مختلفة تماما عن الاولاني، او ممكن في الاخر يدوا نفس النتيجة. المهم ان انا ببدأ استغل نفس اسم البرنامج، بس كل مرة بياخد بارامتر مختلفة. تعال نبص ازاي نعمل مالتي كونستراكتور لاي كلاس، او نطبق فكرة الاوفرلودنج. والنهاردة هنبدأ بس نتكلم عن الاوفرلودنج للكونستراكتور، بعد كده ان شاء الله في محاضره عن الاوفرلودنج للميثود سواء بتريتيرن فاليو او فويد ميثود. تعال نشوف تعال نعمل اول كونستراكتور للكلاس 1. هنقول له ايه؟ هنقول له بابليك كلاس 1، بس المره دي مش هديله بارامتر. قول له ايه؟ سيستم بوت اوت دوت برنت. قول له ايه؟ I am without any parameter. كده انا عملت ايه؟ اول constructor عندي تمام، بس بدون ما ياخد parameter. طيب ممكن اعمل constructor تاني؟ ايوه، اقول له public class 1، بس المرة دي ما ينفعش تسيبه كده. ليه؟ لان انا already عملت constructor بدون parameter، المرة دي لازم اديله parameter. هقول له مثلا ايه؟ هقول له string my name. هناخد ده كده، my name is concat my name. حلو. ممكن اعمل كونستراكتور تالت، public class 1. ممكن المرة دي اقول له ايه؟ string the f name و string l name، last name و first name. المرة دي اقول له ايه؟ my full name is first name if name concat ال name. تمام. يبقى ايه فكرة المالتي كونستراكتور؟ هو نفس اسم الكلاس بالظبط، بس كل مرة بياخد شكل بارامتر مختلف. ما ينفعش هنا عملته مره واحده بدون بارامتر، يبقى ما ينفعش اكرره تاني.
تاني مرة اديته بارامتر سترينج واحد ما ينفعش اكرره تاني، اديته 2 بارامتر سترينج ينفع، لكن ما ادلوش واحد تاني. ممكن اديله ايه حاجة تالتة، او ممكن اقول له ايه نفس الكلام كوبي بلس 1، بس مدينه ايرور عشان موجود. بقول له ايه انتجر نوم 1 و انتجر نوم 2، وهنا اقول له ايه result is نوم 1 نوم 2. يبقى قلت له ايه المره دي ايه هديله، لو خد رقمين هيبدا ايه يجمعهم ويديني النتيجه. اما يجي نشتغل هنا على ناخد انستنس من كلاس دوت، هقول له ايه كلاس 1 سي ال اس 1، سوينا نيو كلاس 1 كده ينفع؟ ينفع، ما اديناش اي ايرور. ليه؟ لان انا عملت اوفرلودنج للكونستراكتور، فايه فممكن اشتغل بالكونستراكتور بدون ما اديله بارامتر. يعني لو جيت اشتغلت كده عملت الران، قال لي ايه اي ام وذاوت اني بارامتر. لو جيت هنا اديته محمد وجيت ارن، هيقول لي ماي نيم از محمد. لو جيت اديته بارامتر 2 بارامتر كده وشغل، قال لي ايه ماي فول نيم از محمد ياسين. لو انا جيت عملت كده 15000 و28000 وعملت له ران، قال لي ايه ماي ذا ريزلت از 15000 و28000. يبقى ايه هنا طبعا انا اعمله نعدل هنا بس الكود، خليه يجمع الاول، نفتح اقواس كده ده عشان يجمع. راح ايه قال لي the result is 34. يبقى عرفنا ايه حاجة مهمة جدا، ان انا ممكن اعمل constructor لكلاس معين بس كل مرة اديله بارامتر معين وهتشتغل. يعني ما اديتوش بارامتر هيشتغل، اديته سترنج هيشتغل، اديته 2 بارامتر سترنج هيشتغل، اديته 2 بارامتر انتجر هيشتغل، اديته يعني ممكن حسب ما هصمم اقدر اعمل. يبقى انا استغليت ايه؟ استغليت ان انا عملت اسم واحد او كونستراكتور واحد للاوبجكت بس كل مره بياخد بارامتر مختلف وبالتالي بينفذ شغل مختلف. ده فكره المالتي كونستراكتور، او احيانا بيسميها الاوفرلودنج. يعني الاوفرلودنج ان انا بعمل برنامج بنفس الاسم تمام، بس كل مره بديله بارامتر مختلفه يبدا يديني نتيجه مختلفه. ان شاء الله كنا استفدنا من موضوع الكونستراكتور او المشيدات، وعرفنا يعني ايه مالتي كونستراكتورز للكلاس. ان شاء الله هنتابع برضو المحاضره الجايه عن موضوع الكونستراكتورز والمشيدات وفوائدها ان شاء الله. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.